3 ليالي ورا بعض هتنزل كل دهون البطن الصعبة أثناء نومك بدون حرمان، من غير ما تقللي من أكلك وبدون ما تعملي رجيم في خلال 3 أيام ورا بعض. أتحداكي لو عانيتي من وزن زايد، وأتحداكي لو عانيتي من دهون في البطن والأرداف. تعالوا نشوف مع بعض المكون ده وإزاي هنجهزه مع بعض. يلا بينا نبدأ الوصفة. وقبل ما نبدأ الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس، وفضلا وليس أمرا لايك للفيديو. أول حاجة كده هنبدأ نقطع الليمون على شكل شرائح، وهنغسله كويس جدا لأننا هنستخدم الليمون وهو بالقشر بتاعه. هنبدأ نقطع ليمونة كبيرة بالشكل ده، هنستخدم فقط النص ليمونة، وهنبدأ نضعها في الكسرولة بتاعتنا أو في الحلة بتاعتنا. المكون التاني اللي هنضيفه هو الشعير. هنضيف حوالي 2 معلقة كبار من الشعير. طبعا الشعير سهل جدا الحصول عليه، وكمان ثمنه رخيص مقارنة بفوائده الكتيرة جدا في تخسيس الوزن. المكون اللي بعد كده هنضيفه هو البقدونس. البقدونس لو متوفر عندك تقدري تستخدميه، لو مش متوفر عندك تقدري يعني ما تستخدمهوش، دي حاجة اختيارية بالنسبة لك. انا بالافضل لي ان انا استخدم البقدونس لانه بيزيد من فعالية الوصفة. بعد كده هنبدأ نضيف 2 كاس من المية، يفضل تكون كاسات كبيرة، بلاش الكاسات الصغيرة تستخدموها وهقولك ليه. وبعد كده بقى الخطوة الأهم في الفيديو، ان احنا هنبدأ نضيف جميع المكونات دي على النار. طبعا يفضل ان تغطي المكونات دي جيد جدا، بلاش تترك المكونات من غير غطاء على النار، لان لو تركتيها من غير غطاء بتفقد فعاليتها والمواد الفعالة اللي فيها بتطير وتتبخر. فنغطيها على النار ونضعها على درجة حرارة عالية مع تقليب المكونات من حين الى اخر، لحد لما تلاحظي ان البقدونس بدأ يدبل كده معاكي، وان لون المية اتغير واصبح لونه مائل الى الاصفر. بعد كده بقى هنبدأ في تصفية المكونات دي للحصول على خلاصة الوصفة. اما بالنسبة لو انت بقى عايز تعملي كمية كبيرة وتحتفظ بيها في التلاجة، تقدر تعملي كمية كبيرة، فالوصفة دي صالحة لمدة 3 أيام للاستخدام. بس اهم شيء طبعا زي ما اتفقنا ان هي لازم تحط في برطمان زجاجي وتحتفظ بيها في التلاجة، وان شاء الله تقدر تستخدميها خلال 3 أيام. طيب بقى اهم حاجة في الفيديو هي طريقة استعمال المشروب او طريقة اخذ المشروب الصحيحة علشان النتيجة تبان معاكي. و فمن المهم جدا انك تاخدي المشروب ده بالطريقة الصحيحة اللي هقولك عليها، فتركزي معايا من فضلك كامل تركيزك في طريقة الشرب، لان اهم ما في الوصفة هو طريقة شرب الوصفة. ازاي هنشرب المشروب ده؟ هنشرب المشروب ده 2 مرات، المرة الاولانية قبل وجبة الفطار، والمرة التانية قبل وجبة العشاء. لما بتاخديهم قبل الوجبات بسبب الالياف اللي بتبقى موجودة في الوصفة دي بتعمل على امتلاء المعدة والاحساس بالشبع، وبالتالي الاكل بتاعك بيبدأ بيقل، لان حجم المعدة خلاص مليان ممتلئ في حاجات كتير، فهتحسي بالشبع الدائم، وبالتالي الكمية بتاعت الاكل بتاعتك هتقل تماما، لحد لما ان شاء الله هتلاحظي ان في فرق كبير في جسمك، وبدأ نزول الوزن بدون تعب وبدون رجيم ابدا. كل اللي عليك انك هتداومي على الوصفة دي وتستخدميها بالطريقة السليمة اللي قلتلك عليها. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. ما تنسيش لو انت استفدتي من الفيديو او عجبك الفيديو، اعملي مشاركة للفيديو مع كل اصحابك وحبايبك على الفيسبوك وعلى الواتساب لكي تعم الفائدة. ولو عندك استفسار بخصوص الوصفة دي او بخصوص وصفات سابقة، ما تنسيش تكتبي استفسارك في التعليقات علشان ان شاء الله هرد عليكي. ولو محتاجاني اعمل لك اي وصفة سواء البشرة او سواء للتخسيس او سواء للشعر، اكتبي محتاجة اي وصفة انت محتاجاها في التعليقات، وان شاء الله هبقى اعملها لك في الحلقات الجديدة.